نتائج مفاجئة لجميع الأحزاب والمتابعين والمراقبين. هذا ما قيل عن الانتخابات المحلية التركية الأخيرة عقب خسارة غير مسبوقة لحزب العدالة والتنمية في معظم الولايات التركية التي كانت بلدياتها تحت إدارته قبل هذه الانتخابات. بعد فرز معظم الأصوات، حقق حزب الشعب الجمهوري المعارض أكثر من 37% من الأصوات في عموم تركيا، فيما حقق حزب العدالة والتنمية أقل من 36%، وانتقل حزب الرفاه من جديد للمرتبة الثالثة بحصوله على 6% من الأصوات. على صعيد المدن، حافظ حزب الشعب الجمهوري على اسطنبول وأنقرة وإزمير وأضنة وأنطاليا، وأضاف إليها ولاية بورصة التي كانت تعد من معاقل حزب العدالة والتنمية، وحافظ على ولاية هاطاي، بينما فاز حزب الرفاه من جديد بولاية شانلي أورفا على حساب العدالة والتنمية. خسارة حزب العدالة والتنمية للانتخابات البلدية تقف وراءها أسباب عدة، لعل أهمها اقتصادي بحسب محللين. أكدوا أن الوضع الاقتصادي المتراجع بشكل كبير أثر على القدرة الشرائية للمواطنين، وخصوصا المتقاعدين منهم، فهم لم يكونوا راضين عن رواتبهم وأجورهم التي لم ترتفع بما يناسب التضخم، ويبلغ عدد الناخبين المتقاعدين أكثر من 10 ملايين ناخب، عزف معظمهم عن التصويت لصالح العدالة والتنمية. ولعل من الأسباب أيضاً صعود نجم حزب الرفاه من جديد، حيث تمكن من انتزاع أصوات المحافظين الإسلاميين ووصل إلى نسبة جيدة أثرت على حزب العدالة والتنمية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هنأ الفائزين بالانتخابات واصفاً إياها بالديمقراطية، واعتبر أن الشعب أرسل رسالته للسياسيين وأن حزبه خسر تقدمه وارتفاعه، مضيفاً أنه سيقيم النتائج بقلب مفتوح وسيجري محاسبة داخلية ويصحح الأخطاء ويعدل المسار. وتعهد الرئيس التركي باستمرار حكومته بدعم جميع رؤساء البلديات الذين فازوا بالانتخابات.